السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اليوم حابة أكمل لكم الباب الشمالي الشرقي. باب الشمالي الشرقي بالاستبانة اللي أنا مريت في بيت من البيوت، سألت الأم نفسها، قلت لها هو باب الروح صراحة، باب التوسع البسيط، كان عندهم باب متوسع مش كبير وايد بس إنه وسط. سألتها هل هناك في مخططات ومشاريع؟ فقالت لي والله بنتي صح، أنا عندي عيالي ما شاء الله مهندسين، وعندي الثاني ما شاء الله محامي، عندي كذا. قلت لها الشعور شلون كان في وسطية الجو اللي عندكم؟ قالت والله في ألفة وفي ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني يجوني يروحون. هذا باب الشمال الشرقي اللي يكون فيه حالة توسط من حجمه. أما بالنسبة لي الباب التوسع الكبير في الشمالي الشرقي، سألت بيت ثاني، قلت له هل هناك مشاكل متصلة بالوراثة، بمعنى إعاقة؟ مثلا عندك بعض الأطفال يكون عندهم إعاقة من ميلادهم، يعني من تولد الأم خلاص من ميلادها راح يكون فيها الطفل إعاقة، زين، منغولية أو شلل أو غيره. فكان تقول لي عندي سنتين من الحالات الموجودة. قلت لها نعم. هل هناك مشاكل تتعلق بالمادية؟ قالت نعم، في مشاكل عندي، اللي أحطه هني ينصرف بسرعة وما عندي مجال أني أنا حتى يعني أدخل في البيت مبالغ بسرعة تنصرف. هل هناك شخص ذو صفة أنانية وحب التحكم وضعيف الإيمان؟ قالت نعم، عندي اثنين من الشباب. قلت لها شوفي أختي، لو أنت بس تحطي لك من النباتات اللي موجودة خارج البيت، وإذا قدرتي تعطين توسط في هذا الباب أنا أكون شاكرة لك، وبعدها بشهر شهرين أسبوع أسبوعين بلغيني شنو يصير معك، ما عندي مشكلة. قالت لي إن شاء الله. طبعا في حالات هذه تبي لها وقت عشان إذ هي والله تقرر وتسكر الباب أو تحط لها نباتات. أنا ما جت لي بعد اتصال بعد شهر تقريبا منها، فقالت لي إن أستاذة أنا أحس أموري قاعدة تتحسن. قلت لها الله يبارك في أمورك إن شاء الله، أنت لأنك صدقتي الموضوع وبالتالي حطيتيه في عقلك الباطني وثم رأيتيه في واقعك، والرياح موجودة موجودة. عشان بس بعلمك أن لازم إحنا نكون نعطي إيحاء حلو في اتجاهات البيت، في اتجاهات أفكارنا، لازم نصدق أمور طيبة. الطفل اللي انشل أو الطفل المعاق أو البنت قبل ما حتى تحمل كان عندها شعور مو طيب أنه ممكن تجيب إنسان معاق أو ممكن تجيب إنسان، فهذا الشعور اللي إياها من هذا الباب، وشعور من الرياح الضيقة اللي قعتيها واتساع البيبان، فتيها باتجاهات مختلفة فتفكر بتفكير خاطئ، ويبدأ الوسواس عندها لأن بعد نومها مثل ما قلنا، وقلنا إحنا ميلادها، وقلنا بعد هم الأوضاع أوضاع الأثاث وغيره، وزاد عليها الرياح فبالتالي أثر عليها، فكانت تفكر قبل ما تحمل أني أنا أقول ها بجيب أنا معاق يمكن كذا، لأن ما أدري أحس أني أنا تعبانة نفسيا وكذا كذا، ويابت نفس الطريقة. فوضحت لها بعض النقاط وشلون أن في الحملات الثانية لأن صار عندها فوبيا خايفة أنها تحمل حملة ثانية وأنها تجيب بعد معاق. قلت إن شاء الله بحيل الله ما راح تجيب معاق إذا كان تصحيح أفكارك كانت نظيفة ما فيها من الوسوسة، خلاص اطمئني أن أمورك كلها طيبة والجنين اللي راح يجي في أفكار حلوة. طبعا مع الكلمات الجميلة ومع تصحيح المكان الباب مع وضع النباتات الصحيحة زنبق الوادي ومع وضع النباتات الداخلية، سبحان الله تعدلت الأمور إلى الأفضل. إني عند ضيق الباب في عائلة ثانية دخلت عندهم بالباب الشمالي الشرقي، كان عندهم شوية ضيق. سألتها هل يوجد مشكلة عندكم في الحمل؟ قالت نعم فيه، نعم موجودة. هل الأولاد بصحة جيدة؟ قالت إلى حد ما، لأن عندي اللي طايح عندي وكاهو بالفراش، ويريت أنا من شيخ لشيخ أقعد أودي ومن مستشفى لمستشفى. قلت إن شاء الله ما في إلا العافية، غيري اتجاهات نومة، عطي إيحاء حلو، الكلمات الحلوة والماء المبرمج ها يصحصح هذا الشخص، يعطي إنسان ثاني، يعطي إيحاء حلو. الباب هذا يحتاج إلى توسعة بسيطة، وإذا ما في مجال إنك توسعينه ممكن تسكرينه وتفتحين إذا عندك باب ثاني، إذا عندك باب ثاني استغني عن هذا وخلاص سكري. قالت إيه والله إحنا هذا ما نحتاجه. قلت خلاص مدام ما تحتاجينه ليش مخلينه، سكري طوب مرة واحدة رياحة وخليك على الباب المتوسط الموجود في الجنوبي أروع ما يمكن. فسمعت الكلام ما شاء الله تبارك الرحمن، وأحوالها كل مالها تتحسن إلى الأحسن بفضل من الله سبحانه وتعالى.
الإنسان لازم يقتنع أن هذه الرياح كما مثل ما قلت لكم رياح مجندة من الله سبحانه وتعالى، وهي كلها بحفظ الرحمن وبحفظ البشر. أيضا سألت بعد سؤال حلو، هل تشعرون بعدم الحيوية والنشاط؟ قالت نعم، بما أني ما أشعر بالحيوية والنشاط إذن أبنائي انعكاسي خذوا أبنائي، يعني كنت دائما متوترة، دائما أحس أن التشاؤم قدامي، عطيتها حق بنتي، بنتي عطتها حق الجنين اللي في بطنها، وبعدها عطتها حق زوجها، سبب لهم بعض المشاكل والانفصال المؤقت، من ثم رجعت له بعد ما صارت الإيحاء حلو. إذن يا ناس حبايبي، أنا دائما أقول شعورك دائما خليه طيب، لأن واقع خيالك راح تشوفينه في واقعك الحالي. كل ما تتخيلينه في خيالك في العقل الباطني سوف ترينه في واقعك الحالي. في جهة اللي قلت لكم عنها جهة الشرقية اللي دائما يوني منها من مجاميع كثيرة، قلت لها هل الابن الأكبر يمارس مهنة جيدة؟ قالت لي مدام هو مهم متوسط الباب، قالت لي نعم ما شاء الله. البيت اللي جاره الكبير لبيته توسع عنده، قلت هل الابن الأكبر يمارس مهنة جيدة؟ نفس السؤال، قالت لا يا أختي أنا وين عندي أحد مهنة زينة، كلهم بالحضيض. قلت لا إله إلا الله، بالعكس أموركم طيبة وما فيكم شيء. شفت الكلمة اللي قلتيها هي اللي جابتهم. الرياح لها دور لكن الشعور بعد له دور. الرياح تدخل في جسمك تبرمج عقلك ومن ثم تعطين الكلام اللي أنت قاعد تقولينه. الحضيض هذا الكلمة وين يتلج؟ من الرياح اللي فكرت فيها. الإنسان لما يقعد في مكان ويتبرمج رياحه في جسمه يشعر بأنه يصدر كلمات مو منه، يقول والله أنا ما عمري قلت هالكلمة. نعم، لأن أنت قاعدة في جهات مختلفة. ساعات تقعدين في الصالة وتقولين يا حلات قعدتي حتى أطبطب على عيالي، ولما تروحين الجهة الثانية تصرخين على العيال. ما تفكرتوا ليش؟ لأن الرياح الموجودة هني مبرمجة تكون طاقتها قوية، تكون ممكن تسبب لك أرق أو ركود، هذه اللي كان لسانها مع عيالها مو حلو. أما بالنسبة اللي طاقتها حلوة مع عيالها فكانت في توازن من الطاقة، غير الألوان، غير الرياح، غير الباب اللي دخل الرياح. نشوف الباب اللي هو توسع كبير بالجهة الشرق. طبعا هذا سألته هل تشعرين بعدم الراحة؟ قالت نعم والله يا أختي ما ارتحت من دخلت هالبيت، كله حسبالهم سحر وكله حسبالهم يعني عين وشياطين. ليش تجيبينها في بالك؟ هي مو موجودة أساسا، حتى لو موجودة أنا ليش أحطها في بالي؟ ليش أكررها؟ ما نكرر، إحنا دائما نحط في بالنا شغلة واحدة، إن الأمور من الله سبحانه وتعالى وإن أمورنا طيبة، لكن ما هو عمل الخير هو من الله، عمل الشر هو عمل الإنسان، معناته أنت اللي جبتيه ما حد يابه. فلذلك أنا دائما أقول إيحائك مع بعض العناصر اللي بنحطها، يلا حطوا هالنبتة كذي، وسعي هالباب شوية كذي، ضوقي هالباب كذي شوية، أمورك طيبة، غيري هالأمور الأمور الراكدة. في شغلة بعد دائما أقولها لهم، إذا أنت كنت حاطة هذا الباب وصار له سنوات هالباب مكانه، شو المانع إن إحنا نغير هذا الباب ونوسعه ونحط طاقات حلوة نظيفة في هذا الباب، جددي. ترى على فكرة كل جهة من جهات البيت لها لون معين، لأن الرياح تلعب فيه، الرطوبة تصدي الجهة الغربية، وكذلك الرياح الجنوبية تختلف والرياح الشمالية تختلف. فأي شيء تبون إن شاء الله بإذن الله راح نوضحها في الحلقات القادمة بإذن الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع.